أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أحبابي هنبدأ مع بعض وحدة جديدة بعنوان علم وتكنولوجيا. معانا الدرس الأول في هذه الوحدة العلم النافع وتقدم المجتمع، وهو عبارة عن حديث شريف، وهذا الحديث دراسة، إنما ممكن يا أحبابي نحفظه علشان نقدر نستعين به في موضوع التعبير اللي بيكلمني عن فضل العلم والعلماء. للعلم والعلماء مكانة عظيمة، فبيتناول هذا الحديث الشريف فضل العلم والعلماء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا منهم العلم، فمن أخذه وعمل به فقد نال حظا عظيما لنفسه ولأمته. ويؤكد هذا الحديث أن أفضل ما يكتسبه الإنسان هو العلم النافع. طبعا عندما نتحدث هنا عن العلم النافع نقصد به العلم الذي يخدم الناس وينفعهم. معنا بعض الشخصيات اللي نفعت المجتمع بعلمها، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو من علماء الدين، قدم لنا علم ينتفع به الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعندنا بعض الشخصيات والعلماء الذين قدموا خدمات عظيمة للعلم والمجتمع، مثل دكتور أحمد زويل، ودكتور مجدي يعقوب، ودكتور فاروق الباز. كل عالم من هؤلاء العلماء يا أحبابي ترك بصمة في مجاله. وعندما نتحدث هنا نتحدث عن العلم النافع الذي يخدم المجتمع وينفعهم، لأن يا أحبابي العلم ممكن يكون سلاح ذو حدين. إزاي يا أحبابي؟ ممكن يكون علم نافع إذا كان يخدم البشرية وينشر الفضيلة وينفع الناس، وممكن يكون علم ضار لو تسبب في الهلاك والدمار والحروب والخراب، زي كده اختراع القنبلة الذرية. تعالوا مع بعض كده نستمع إلى الحديث ونتعرف على معاني المفردات، وبعد كده نقوم بشرح الحديث. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تعالوا كده يا أحبابي نعرف مين هو أبي الدرداء. أبي الدرداء هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عويمر ابن زيد ابن قيس الأنصاري، والدرداء هي ابنته. وقد أسلم أبي الدرداء يوم بدر، وتوفى بدمشق سنة 32 هجريا. أبي الدرداء ده قال أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. طيب تعالوا كده نعرف معاني المفردات والمفرد والمضاد. العلماء، عندي أول حاجة العلماء مفردها هيا أحبابي العالم، أحسنتم. طيب ورثة الأنبياء، المقصود هنا بورثة عالم يتولى نشر العلم والهداية. طب حد يا أحبابي يقول لي مفرد ورثة مفردها إيه؟ وارث، أحسنتم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا، مين يا أحبابي يقول لي مفرد الأنبياء مفردها إيه؟ أحسنتم، النبي
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا. يعني إيه دينارا؟ دينارا دي عملة ذهبية، الدينار عملة ذهبية. طب حد يقول لي يا أحبابي جمع دينار؟ ها أحسنتم، دنانير. طب معنى درهما عملة فضية. طب حد يا أحبابي يقول لي جمع درهم؟ ها دراهم، أحسنتم. والمقصود هنا بدينارا ودرهما المقصود بهما المال والثروة، أي أن الأنبياء لم يورثوا المال ولا الثروة، وإنما ورثوا العلم. جمع العلم إيه يا أحبابي؟ أحسنتم، العلوم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معنى أخذه أي تلقاه وتعلمه أو ناله. مضادها إيه بقى يا أحبابي؟ مضاد أخذه، أحسنتم، أعطاه. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ها يعني إيه حظ؟ حظ هنا معناها نصيب، وجمعها إيه يا أحبابي؟ أحسنتم، جمعها حظوظ. وافر أي كامل، معنى وافر كامل. طب مضادها إيه يا أحبابي؟ مضادها ناقص. في هذا الحديث يا أحبابي يعد هذا الحديث النبوي الشريف يا أحبابي من جوامع الكلم لبلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته. يعني إيه؟ يعني من جوامع الكلم لبلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلمات بسيطة وقليلة في العدد ولكن كبيرة وكثيرة في المعنى، حيث يوضح الحديث مكانة العلماء، فهم يأتون في المنزلة بعد الأنبياء، وذلك لأن العلماء يؤدون دور الأنبياء في هداية الخلق إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ويا أحبابي الأنبياء لم يتركوا أي أموال لأبنائهم، لأن كان الأنبياء بيتصدقوا بكل أموالهم في الخير وإعمار البشرية وخدمة الناس والبشر، وإنما تركوا إيه؟ العلم، لم يتركوا أي أموال لأبنائهم. في هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء لألكدة، تكريماً للعلماء. تكريماً لإيه يا أحبابي؟ للعلماء، وتكلفهم بنشر العلم. ليه يكلفهم بنشر العلم؟ لما له من أهمية في تقدم المجتمع ورفاهية المجتمع. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا أيضا تكريم ودعوة لطلب العلم، تكريم للعلماء وتكلفهم بنشر العلم لما له من أهمية في تقدم ورفاهية المجتمع. لأن يا أحبابي المال زائل، بينتهي، بيقل كلما أخذنا منه، إنما العلم أو ميراث العلم يزيد كلما نأخذ منه. تمام؟ إذن الذي يبقى هو العلم الإيه؟ النافع. وزي ما قلنا من شوية أحبابي المقصود هنا في الحديث هو العلم النافع اللي بينفع البشرية، وليس العلم الضار الذي يهدم البشرية. تعالوا نكمل كده شرحينا مع بعض. قلنا إن يوضح الحديث مكانة العلماء
فهم يأتون في المنزلة بعد الأنبياء، وذلك لأنهم يؤدون دورهم في هداية الخلق إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وزي ما قلنا يا أحبابي، من كان ميراثه من العلم فقد نال أفضل شيء، لأن العلم لا يقل لا ينقص لا ينتهي بموت الإنسان. وعندما نتحدث عن العلم فإننا نقصد به كل علم يخدم الإيه؟ الحق، وينشر الفضائل، ويعمر الأرض، ويعود على الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ده العلم الإيه يا أحبابي؟ العلم النافع. كل علم يخدم الحق وينشر الفضائل ويعمر الأرض ويعود على الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. إذن يا أحبابي، فهمنا من الحديث إن هناك ميراث مادي وميراث معنوي. إيه هو الميراث المادي؟ اللي هي الأراضي والعقارات والأموال والشركات. طب إيه هو الميراث المعنوي؟ اللي هو لسه قايلين عليه، العلم الإيه؟ العلم النافع. إذن الحديث ذكر نوعين من الميراث، ميراث العلم وميراث الإيه؟ الأموال. ووضح الحديث إن أفضل ميراث يكتسبه الإنسان هو العلم الإيه؟ النافع. وإن الأنبياء تركوا العلم النافع ولم يتركوا أي إيه؟ أموال. وقلنا العلماء يأتون في منزلة عالية بعد الأنبياء لأنهم يؤدون دورهم في هداية الخلق إلى ما ينفعهم في الدنيا والإيه؟ والآخرة. فبين للرسول في هذا الحديث الشريف المنزلة العالية التي ينالها العلم والعلماء. طب تعالوا يا أحبابي نشوف إحنا تعلمنا إيه من هذا الحديث. اتعلمنا فضل العلم والإيه؟ والعلماء. لولا العلم والعلماء ما توصلنا إلى كثير من الاختراعات الحديثة اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي، زي التلفاز، زي الغسالة، زي الكهرباء. زي لولا الكهرباء، اهي اختراعه العلم والعلماء ونتيجة أبحاث، لولا هذه الاختراعات ما توصلنا إلى ما توصلنا إليه اليوم من إجراء مثلا عمليات. لولا معظم الأجهزة بتدار في المستشفيات بالكهرباء. طب في حالة انقطاع الكهرباء، هل هنقدر نقوم بإجراء أي عملية جراحية؟ الطائرة اللي سهلت علينا الانتقال من مكان إلى مكان، لولا العلم والعلماء والبحث والاختراعات الحديثة ما توصلنا إلى هذه الأشياء التي ساعدتنا في إنجاز الأعمال. قلت اتعلمت من هذا الحديث فضل العلم والعلماء، الأخذ بأسباب العلم لكي نستطيع أن نحقق التقدم للفرد والمجتمع. اتعلمنا كمان الإيمان بالرسل وبرسالتهم في نشر العلم لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. لولا الأنبياء ولولا رسالة الأنبياء ما عرفنا ديننا العظيم. فربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الأنبياء لهداية البشر ولإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. تعالوا كده يا أحبابي نتعرف مع بعض على مظاهر الجمال. عندي أول حاجة العلماء ورثة الأنبياء. ها قلنا إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العلماء تعظيما لمكانة إيه؟ العلماء. يبقى تعبير جميل فيه تعظيم
لمكانة الايه العلماء. عندي بعد كده تعالوا نشوف لم يورثوا وورثوا. هيا يا احبابي مين يقول لي ايه الجمال فيها؟ احسنتم، تضاد. تضاد يوضح المعنى ويقويه، كلمة وعكسها قلنا عليها ايه؟ تضاد يوضح المعنى ويقويه. عندي بعد كده انما ورثوا العلم. ها ايه الجميل فيها؟ هو العلم بيورث مثله مثل الاموال والعقارات والشركات والاراضي؟ لا، ده هو العلم هنا ميراث. العلم ميراث معنوي وليس مادي. فشبه العلم هنا يا احبابي بشيء مادي يورث. طب هنا يا احبابي هسالكم سؤال، لو قلنا انهي افضل، انما ورثوا العلم ولا انما علموا العلم؟ هيا يا احبابي احسنتم، هنقول التعبير النبوي اجمل وافضل لانه فيه تصوير للعلم بشيء مادي ايه يورث. اجمل لان فيه تشبيه للعلم بشيء مادي ايه يورث. احسنتم يا احبابي. تعالوا نشوف بعد كده اخذ بحظ وافر. ها ايه الجمال فيها؟ تعبير جميل بيبرز ويوضح فضل العلم ويبين أنه المكسب الحقيقي للإنسان. ده أفضل ميراث وأفضل مكسب للإيه؟ للإنسان، هو العلم الإيه؟ النافع. وأن أفضل ميراث له هو العلم النافع الذي يخدم البشرية. تعالوا كده يا أحبابي نتعرف على بعض الأسئلة اللي موجودة معانا في هذا الحديث. ماذا يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قلت يبين لنا المكانة الشريفة والمنزلة العالية التي ينالها العلماء، فذكر إن العلماء ورثة الأنبياء تكريما للعلماء وتكليفا لهم بنشر الايه العلم لما له من أهمية في تقدم المجتمع ورفاهية المجتمع. لماذا يأتون العلماء في منزلة عالية بعد الأنبياء على طول؟ ليه هم في المنزلة اللي بعد الأنبياء على طول؟ لأنهم يؤدون دورهم في هداية الخلق إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. العلماء بيقوموا بدور الأنبياء في هداية الخلق إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ما المقصود بالعلم في هذا الحديث؟ قلنا مقصود بإيه يا أحبابي؟ العلم النافع، أي كل علم يخدم الحق وينشر الفضائل ويعمر الأرض وينفع الناس. مقصود بالعلم هنا في هذا الحديث العلم النافع، وهو كل علم يخدم الحق وينشر الفضائل ويعمر الأرض وينفع الناس. قلنا في الحديث إشارة إلى ميراثين، فما هما الميراثين اللي قلناهم في الحديث؟ ميراث الأموال وميراث العلم. ميراث الأموال ده ميراث مادي، يعني حاجة بشوفها بقدر أمسكها بإيدي. أما ميراث العلم ميراث إيه؟ معنوي. ميراث الأموال زي الأراضي، العقارات، الشركات، الأموال. ميراث العلم ميراث معنوي. وزي ما قلنا رسولنا الكريم قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي أن طلب العلم فريضة لابد
أن نسعى إليها يا أحبابي، لأن بالعلم والعلماء يتقدم المجتمع. كانت معكم أستاذة داليا فوزي، قسم اللغة العربية، مدارس الصرح الخاصة.